إهداء من أم الدانة لخالتها الغالية مريم. على كل ديره رفرفة رايت الأفراح وأحلى الليالي وزعت والهنا فال هبوب المباخر بعد وطيبها فوال وبلاح نسوق القاف وغني موال هلا مرحبا وإعداد ما رفض فجنا هلا بالضيوف اللي لهم منزل عالي هذيك الكريمة مريم وطيبها مرا ومدت يديها كأنها الوسم همال سليلة شيوخ أم مبارك وحد رما أم الرجال أهل الطلاخة والأفعال بها الطيب والمعروف تستاهل الأمدال ومن طيب أهلها طيب وطيب الأخصال إن إسلالة أهل العزم هل المجد لا مطال شيوخ تنوم فعلها كل الأجيال سلايل بني زايدهم كل على اليسار لهم مجد شامخ من قديم ولا زال هبوب المباخر ذعذع وطيبها فوال وبلاح نسوق القف وغني موال وهلا مرحبا وإعداد مرافق رجال هلا بالضيوف اللي لهم منزل عالي على كل ديره رفرفة رايت الأفراح وأحلى الليالي والسعد والهنا فال هبوب المباخر ذعذع وطيبها فوال وبلاح نسوق القاف وغني موال هلا مرحبا وإعداد مرافق فجنا هلا بالضيوف اللي لهم منزل عالي هذيك الكريمة مريم وطيبها مرا ومدت يديها كأنها الوسم همال سليلة شيوخ أم مبارك وحد رما أم الرجال أهل الطلاخة والأفعال بها الطيب والمعروف تستاهل الأمدال ومن طيب أهلها طيب وطيب الأخصال من سلالة أهل العز هل المجد لا مطال شيوخ تنوم فعلها كل الأجيال سلايل بني زايد لهم كل على اليسار لهم مجد شامخ من قديم ولا زال هبوب المباخر ذعذع وطيبها فوال وبلاح نسوق القف وغني موال هلا مرحبا وإعداد مرافق رجنا هلا بالضيوف اللي لهم منزل عالي. شكرا لاختياركم استديو الإبداع الفني دامت أفراحكم.